خلي بالكوا البصر غير النظر، البصر غير ايه النظر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده عارفين اللي جاي منها البصيره، البصيره هو اللي احنا بنسميها مجازا العين الثالثه اللي هي عين العقل. فالبصر غير النظر، عشان كده الامر او النهي القراني هو غض البصر مش غض الايه النظر، غض البصر، بصرك ما يسرحش. ماشي مش تقعد ازاي حضرتك، مش كده غض، انت كده غض النظر مش البصر. الامر غض، النهي غض البصر يا جميل، ما انت ممكن تعمل كده وبصرك بيلعب برضه، ده اللي يتغض يا جميل. ماشي البصر ده اللي يتغض مش النظر. على فكره انك تعمل كده اصلا عدم احترام للاخر، ملهاش علاقه اصلا بالدين نهائي. بص في عينيه وكلمه بس بصرك وقفه.